ولإرساء دولة القانون ودولة الحق. ومن قال بأننا منحازون أو انحياد فأقول له هذا ليس حياد، لأن الحياد يكون في حالة النزاع، ونحن لسنا في حالة نزاع. اليوم الرئيس اقتنع بصوت الشعب، وذلك يدل على أن ذلك أنه اقتنع بأنهم أغلبية، ونحن نصدر أحكامنا بصوت الشعب باسم الشعب الجزائري. لذلك اليوم نقول أننا نساند في مطالبه وفي إرساء دولة الحق والقانون، ومطلبنا اليوم شرعي وهو احترام القانون وإرساء دولة القانون والدستور، لأننا أقسمنا كقضاة على حماية الدستور واحترام مبادئه. لذلك اليوم نحن نطالب الجميع باحترام الدستور، ولنقول وأقتبس عن شاعر مفدي زكريا: نحن ثرنا فحياة أو ممات، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، فلتحيا الجزائر، تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، تحيا الجزائر حرة مستقلة في إطار القانون وكنفه وحماية مبادئ الدستور والقوانين التي أقسمنا عليها. وشكرا.